العين بودكاست. أهلا بيكم، أنا محمد كامل وسوا بندرد شوية اقتصاد. اقتصادنا اليومي الاجتماعي اللي هنناقش فيه المشاكل اللي كل واحد فينا بيقابلها، بس ساعات مش بنلاقي لها تفسير. بس هنا في بودكاست عرض وطلب هنتكلم سوا وندور على الخلاصة. أهلا بيكم. في 2022 وكالة ستاندرد أند بورز العالمية واللي مختصة في التصنيفات الائتمانية للدول عملت استفتاء عالمي علشان تقيس الأمية المالية لشعوب العالم. يعني ببساطة حاولوا يعرفوا هل الناس لما يبقى معاها فلوس أو أصول مالية بيعرفوا يتعاملوا معاها ولا لأ. النتيجة طلعت إيه بقى؟ إن غالبية الشعوب العربية بيعانوا من الأمية في النواحي المالية بنسبة بتوصل ل66%، والمقصود بالأمية هنا إنهم تقريباً ما يعرفوش أبسط الممارسات المالية الصحيحة ولا المفاهيم المرتبطة بالفلوس ولا الأصول المالية، وماشيين كده بعشوائية من غير ولا دراسة ولا حتى نظام، وبالتالي ممكن يخسروا كتير وهم مش حاسين، أو يخسروا في أمور كان ممكن بسهولة يتفادوها، وفي النهاية بيلاقوا نفسهم واقعين في مصيدة الديون. إحنا هنا في عرض وطلب بنساعد الناس اللي ما عندهمش أساسيات اقتصادية كافية عشان يديروا بيها حياتهم المالية، وعشان كده جمعنا لكم النهاردة 8 نصايح وضوابط في البيرسونال فاينانس أو الماليات الشخصية، لو طبقتها هتقدر تحافظ على الفلوس اللي معاك وتديرها كويس وتنميهم بإذن الله. وهي دي الحاجات اللي الواحد محتاج يعملها علشان يحول حياته من إنها تتظبط على دخله البسيط وعايش على القد إلى حياة بتستغل الدخل ده إنه يكون بذرة لثروة هتكبر مع الأيام. معاكم محمد كامل، ودي حلقة جديدة من عرض وطلب من العين بودكاست. تعالوا في البداية نعرف يعني إيه personal finance أو الماليات الشخصية والذاتية. ده مصطلح بيندرج تحتيه كل ما له علاقة بإدارة أموالك وطريقة صرفها بالإضافة للإدخار والاستثمار، بمعنى إنه شامل الميزانية الشخصية اللي بتعملها أول الشهر زائد طريقة تصرفك في حسابك اللي في البنك والخدمات اللي بتاخدها منه وخدمات التأمين اللي بتتعامل معاها زي اللي عنده تأمين صحي أو مأمن على عربيته، وكمان خدمات الرهن العقاري الخاصة بيك والتأمين الاجتماعي بتاعك اللي هيترد لك في معاشك بعدين، ومعهم الضرائب بتاعتك، استثماراتك بأنواعها سواء كان استثمار سلبي أو إيجابي، ودي محتاجة لها حلقة لوحدها. المهم يعني البيرسونال فاينانس بيشمل تعاملاتك المالية بالكامل وكل المؤسسات اللي بتقدم خدماتها المالية ليك كفرد أو لأسرتك. طيب إيه أهمية إننا نكون عندنا معرفة بقواعد وأساسيات البيرسونال فاينانس؟ لأن هو ده المدخل الحقيقي، أساس العمارة أو الأسفلت اللي هيمهد لك الطريق اللي توصل بيه لأهدافك الشخصية، طبعاً من الناحية المالية، سواء أهداف قصيرة الأجل زي إنك عايز تجيب عربية، بتحوش لجوازك، أو عايز توضب شقتك، أو أهداف طويلة الأجل زي إنك تلاقي وسيلة استثمار تحقق لك عائد في المستقبل، أو تحوش لتعليم ولادك، أو خطة التقاعد بتاعتك بعد ما تبطل شغل. الحقيقة البيرسونال فاينانس ده علم كبير، بس أنا جايب لك خلاصة ومجرد أساسيات تقدر لو خدت بالك منها تلاقي تحسن في دنيتك الاقتصادية عموماً. ودلوقتي تعال نشوف مع بعض 8 نصايح بسيطة كده تقدر تبتدي بيهم وتحسن من الأمور المالية الخاصة بيك. أول حاجة هي إنك تحلل فلوسك راحت فين، بمعنى إنك تيجي كل فترة كده سواء نهاية كل شهر أو نهاية كل سنة وتفتح دفاترك القديمة وتشوف أنت صرفت إيه. وصدقني لو عملت كده عينك هتفتح على شوية مصاريف صغيرة مستخبية ما بتاخدش بالك منها في وقتها، بس لما بتبص من بعيد وتشوف الصورة كاملة هتلاقي شوية الحاجات الصغيرة دي جمعت معك كتلة كبيرة عمرك ما كنت واخد بالك منها، وبتخليك تسأل نفس السؤال، أنا فلوسي راحت فين؟ تاني حاجة اسأل نفسك، هو أنا بصرف أكتر ما بكسب؟ لأننا ساعات من سرعة إيقاع الحياة اللي عايشين فيها ما بناخدش بالنا من اللي بيطلع من إيدينا. وزود على كده إننا في عصر بقى بيتوفر لنا اختيارات كتير إننا نصرف فلوس إحنا ما بنملكهاش، فلوس مش بتاعتنا. بالظبط زي ما جه في بالكم، أنا أقصد خدمات الكريدت كاردز اللي بتقدمها البنوك وتسهيلات القروض اللي بنلاقيها في كل حتة، مرة قرض عربية، قرض شقة، كروت، مشتريات كتير جدا تقدر تطلع منهم واحد واثنين وثلاثة. ونتيجة السرعة في العصر اللي احنا فيه ما بنحسش اننا بالتدريج بندخل مصيدة صعب الخروج منها،
عشان كده لازم كل فترة تقف مع نفسك وتسأل، هل اللي انت بتصرفه قد اللي بتكسبه ولا لا؟ تالت حاجة، اتغدى بالضرائب قبل ما تتعشى بيك. لا ما تفهمونيش غلط، انا اقصد اسبق الضرائب قبل ما يسبقوك. معظمنا بينسى موضوع الضرائب ده وما بيفتكرهاش غير لما هم بيخبطوا على بابه، وساعتها بيبقى فات الاوان. فعشان كده لازم مع اي دخل بيدخل لك تبقى عارف هل الدخل ده انا دافع ضرائبه ولا لا، سواء بقى كان من وظيفة او عمل تجاري او عقارات او حتى اسهم بورصة او اصول تانية، كل ده بيبقى عليها ضرائب متنوعة. وما تعملش ناصح وتقول وانا يعني مهم للدرجات، يعني هيبصولي في الفكة وسايبين اصحاب الملايين. هقولك غيرك قال كده وطنش لحد ما تراكمت عليه فلوس قد كده للضرائب ولازم يدفع. يبقى عشان كده لازم تستف اوراقك اول باول وتعمل حساب الضرائب في كل معاملاتك، والحق ما يزعلش. رابع حاجة هي إنك لازم تراجع بدقة بيان حسابك الشخصي في البنك. عارف الظرف اللي بيجيلك على البيت كل شهر ده وغالباً بترميه؟ إيه البيان ده اللي فيه كل معاملاتك مع البنك سواء حساب داين أو مدين؟ عرفته؟ أهو ده، ما ترمهوش تاني بقى، افتحه وراجعه بدقة، لأنه أحياناً ودي المفاجأة بقى بيحتوي على أخطاء. أيوة زي ما بقولك أخطاء، أياً كان سببها، غلطة موظف في البنك أو غلطة محل اشتريت منه حاجة وسجلها بسعر أكبر بعد ما مشيت من عنده. المهم يعني انك لازم تراجع حساب البنك ومش هتيجي عن نص ساعة دي يعني. خامس حاجة هي انك تحط عينك على الزيادة اللي حصلت في الاسعار وبالذات في تكاليف المعيشة بتاعتك. دايما في اوقات التضخم زي اللي احنا بنمر بيها حاليا لازم ولابد تتحقق بشكل دوري من الزيادات اللي بتحصل في البنود اللي انت بتصرف فيها عموما، وتقارن هل حصل نمو في دخلك مماثل للزيادة اللي حصلت في الأسعار ولا لا؟ لأن عادة معظمنا طالما ما تحطش في موقف إن مش معاه فلوس يدفع تمن حاجة هو محتاجها أو متعود عليها بعد ما غليت، مش هياخد باله أبداً من الزيادات، وهتفضل تتسحب كده بالتدريج في ميزانيته من غير ما ياخد باله، لحد ما هيجي في يوم بعد كام شهر يلاقي نفسه مديون والمرتب ما بقاش مكفيه. سادس حاجة، الفلوس السايلة، الكاش يعني. لازم تحرص على ان يبقى تحت ايدك دايما فلوس كاش او موجودة في حساب في البنك تقدر تسحب منه بسرعة في اي وقت من اي ماكينة ATM، وده لظروف الطوارئ عشان تمنع نفسك انك تتداين في الظروف دي. والخبراء بيفضلوا ان المبلغ الكاش يكون بمقدار من 3 الى 6 اضعاف دخلك الشهري. وبما اننا اتكلمنا عن الطوارئ، فسابع حاجة هي وضع خطة مالية عشان تقدر تدخر من دخلك لحساب الطوارئ، ودي اتكلمنا عليها قبل كده في حلقة مستقلة. تامن حاجة لازم تعملها هي انك تراجع التأمينات اللي عليك وتتابعها اول باول، وتتأكد بنفسك التأمينات دي مغطية ايه بالظبط، وهل اللي بيتسحب من دخلك الشهري علشان اقساط التأمين دي مناسب للي انت بتستفيد منه ولا لا. لان غالبا معظمنا بيتعامل مع التأمين ده على انه حاجة كده مش هيحتاج لها، بس بيعملها وخلاص عشان يريح دماغه وما بيركزش فيها، بس بيتفاجئ بعدين مثلا ان خطة التأمين مش بتغطي عمليات معينة وهو مفكر انها بتغطيها، او مثلا تأمين العربية بيغطي حوادث وحوادث لا، او ان التأمين الاجتماعي بتاعه في شريحة اقل من المفروض يكون فيها، فبالتالي معاشه في المستقبل هيبقى قليل بسبب الغلطة دي وهكذا. يبقى لازم تتأكد بنفسك من كل ده. بس كده، دول كانوا 8 مبادئ من اساسيات البيرسونال فاينانس هتفيدك جدا في حياتك، في غيرهم كتير بس عشان وقت الحلقة مش هيكفي. لو حابين نعمل حلقة تانية بنصايح زيادة اكتبوا لي في الكومنتات. كنت معاكم محمد كامل في بودكاست عرض وطلب من العين بودكاست. لو الحلقة عجبتكم تعملوا لها داونلود وتقييم على السريع وقولوا لنا رأيكم في الريفيوز. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/podcasts، وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، أنغامي وساوند كلاود. دمتم بخير. العين بودكاست.
تسمع لترى العالم.